البنات، السلام عليكم. الحبوبات ديالي، الغزالات ديالي، الخواتات، فيكم الصديقات، فيكم انتما وليتوا فرد مني صراحة. والله وليت اي حاجة كنت قاسمة معاكم وكنبغيكم تعيشوها معايا. ولهذا حبوباتي، اليوم راه اول نهار كنوجد الفطور في داري، حيت نتوما راكم عارفين كنت عيانه شويه وكنت مريضه، وكنت مشيت لدارنا دوزت الاول ديال رمضان في دارنا. يلا جيت البارح فطرت عند اختي، واليوم فطرت في داري. واليوم جيت من الخدمه وما نعاودش لكم، بغيت نصور لكم الروتين ديال النهار، كيفاش جيت من الخدمه وكيفاش ضربت تماره وعيانه وهذا وهذا وهذا. ولكن ما قدرتش لانه كنجي عيانه من الخدمه، كنجي عيانه، كنجي مطحطحه، ماشي غير عيانه، مطحطحه. ولهذا الحبوبات ديالي نوجد الفطور اليوم، فطور متواضع، فطور ديال الناس اللي دايرين الريجيم. وانتم راكم عارفين مريض السرطان خصو يبعد ما امكن من المواد الدسمة، من المواد اللي كتسبب في اللي كتسبب في تكاثر الخلايا السرطانية. الأغلبية خصنا ناكل الخضرة وناكل الدسر وناكل الحواميض. واليوم راني موجدة واحد الفطور، أصلا أنا الباربة كنموت عليها، ضروري عندي في الفطور الباربة. هنايا الباربة والخيزو محكوك وشوية الليمون وزويت ناس. نتوما راكم عارفين ديما تنشارك معاكم، تنقول لكم راه زويت ناس كان مصايبهم راسي، زيتون بلدي خالي من المواد، راكم عارف المواد الكيماويه، داكشي اللي كيديروا في الزيتون وهذا. انا كنموت على الزيتون، ما نكونش منافقه ونقول لكم ما كناكلش الزيتون ديال السوق، كنموت عليه. ولكن مني مرضت لدابا ما بقيتش كناكلو بزاف، كناكلو قليل 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 كيما نقول لكم. غير كليتو في الزنقه، كنت كليت شي حاجه في الزنقه، راكم عارفين الماكله ديال الزنقه، ممكن نحطو زيتون، ممكن نحطو هادي، ممكن نحطو هادي. وهنايا هاد الطويجين رائع، جا غزال، ما نعاودش يكون فيه واحد اللذه رائعه. هنايا درت القريحه ودرت لها شويه الزويته وخليتها في هاد الطويجين، تحمرت تحمرت، ودرت على ديك المطيشه تسوغيز، والبطاطس القصاعه درتها، ودرت على شويه على القريصه ديال القزبر حبوب، وقريصه ديال الملحه، وقريصه ديال السودانيه، وقريصه ديال الكامون، وهذا القوق. انا اجدوه في القوق، في القوق كنموت عليه، كيعجبني القوق مسلوق. الاغلبيه انا كيعجبني القوق هكا مسلوق، ما كيعجبنيش في الطياب وهذا وهذا وهذا. وهنايا الزويتنات وشويه الفجل، ضروري خصني ناكل الفجل. وهنايا الشلاضه، الخوخ، هذا يا ربي تثبتنا على الشهاده، اللهم صل عليك رسول الله. هنايا الخيار والطوماطيش وشويه زيت العود. وانا كندير الحامض، ما لقيتش الحامض اصلا، غالي، ما كاينش في السوق، درت غير الخل الابيض. وهنايا العصير، واحد العصير غزال 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 غزال، حمقني انا هاد العصير غزال، اول مره كنديرو وغنبقى ديما نديرو. الليمون والفريز والفخونك فخواز والمشنو، ما عرفتش، ما كتحفظش هي سمياتهم هادوك جوج اللعيبات اللي درت فيهم، انا غنوري ليكم. وهنايا التميرات والعصير والميه، وهنايا الماء القله، نتوما راكم عارفين انا القله ضروري كنشرب الماء القله. وهانتوما بقاو معايا، بقاو معايا، ما نعاودش لكم. ضربت واحد التماش، جفيت الدار وصبنت، اصلا كنصب الحوايج ديال البرد، اصلا كنصب الحوايج ديال البرد. هاد اللعيبات اللي بغيت نوري لكم، اللي بغيت نوري لكم، اللي بغيت نوري لكم في الثلاجه. هذا راه ما كيبغيش يتحفظ ليا سميتو، السميه ديالو ما كتبغيش تحفظ ليا، والله العظيم بغا كاع يتجبد. سمعني كنقول عليه، شتو الحبوبات العصير باش درتو، درتو بهذا فخون فخون، ما عرفتش. المهم تتصحوا عليا البنات في التعاليق. وهذا هادو جبتهم من القنيطره، جبتهم من الدار.
كيجي غزاجة وفنين في العصير منها وتشليكم.